أيها المسلمون إننا نعيش اليوم أزمة أعراض خانقة. دخل الفحش إلى كل بيت، والآباء والأولياء غافلون. إننا في هذه الأيام نجابه حرباً ضروساً ومعركةً عنيفةً قاسيةً للمحافظة على أعراضنا، فأعراضنا مستهدفة أكثر من استهداف دمائنا وأموالنا، بل إن أعراضنا أكثر قدسية من أموالنا ومن أنفسنا ومن مقدساتنا. فالعرض إذا استلب لا يسترد، ولكن المال يسترد. والمقدسات إذا وجد الرجال ووجدت الجيوش تسترد. هذه الأعراض اليوم منتهكة، ومعالم الانتهاك واضحة. مواقع التواصل الاجتماعي، حلقات ومسلسلات التلفزيونات، خروج النساء بلا محارم، توفير أسباب الخنا، وإماطة الشرف من وجه هذه البلاد المقدسة متاحة. أين أنتم أيها الآباء؟ أين أنتم أيها الإخوة؟ الإخوة الذين عندهم خوات وأعراض وأمهات، أين أنتم؟ كيف تسرحون وتمرحون ولا تعرفون ماذا يدور في بيوتكم؟ لماذا لا تتفقدوا بيوتكم؟ لماذا لا تربوا أبناءكم وبناتكم على الغيرة، على العرض، على حرمة التفريط في العرض؟ قولوا لنسائكم إننا على استعداد لأن نموت دفاعاً عن شرفكن، وفي نفس الوقت إننا على استعداد لنقتلكن إذا فرطتن بأعراضكن.